ميسي على المركز الثاني، بينما المركز الثالث يتقدم فيه جميل ياتي في المركز الثالث، ومبارك بن بخيت بن لوتي العامري على المركز الثالث، بينما المركز الرابع ياتي فيه رعد وحسين بن سهيل بالراضي المحرمي على المركز الرابع، بينما المركز الخامس تقدم هنا هملول، تقدم هملول لراشد بن بطي بن محمد الحسن المري على المركز الخامس، بينما المركز السادس ياتي فيه ذرغام ياتي في المركز السادس، ومحمد بالكربي بن محمد العامري على سادس المراكز، بينما المركز السابع ياتي في المركز السابع غزيلان نايف بن عبد الله بن علي الفهيدة المري المركز الثامن، ثامن المراكز تقدم متعب لخليفة بن حميد بن محمد المشيخي، بينما المركز التاسع في هذه اللحظات شوف الدخول على تاسع المراكز شاهين سعود بن حمد بن علي اليديلي، بينما المركز العاشر في هذه اللحظات ياتي فيه المركز العاشر في هذه اللحظات الظبي مسلم بن احمد بن حسين العامري. هذه النتيجه مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر المراكز الاولى في شوط الجعدان في سادس اشواط هذه الانطلاقه وهذه التحديات مشاهدينا متابعينا الكرام. هكذا العشر المراكز الأولى في أول نداها في هذا الشوط الذي يحمل مجموعة من الجعدان والفوز والناموس في اليوم الثاني على التوالي في ميدان المربوب ضمن هذا المهرجان، ضمن هذه الفعاليات ولبس الحلة هنا على أرضية هذا الميدان. يا سلام، نعود إلى المركز الأول، نعود إلى الانطلاق الأول، لا زال مسيطر. جميل مبارك بن بخيت بن لوتيه العامري يقود المشاركين ويتحدى المنطلقين، يلي في المركز الثاني رعد وياتي حسين بن سهيل بالراضي المحرمي على المركز الثاني، بينما المركز الثالث غزيلان لنايف بن عبد الله بن علي الفهيده المري على المركز الثالث، بينما المركز الرابع تقدم الظبي مسلم بن حمد بن حسين العامري يتقدم في هذه اللحظات، ولكن يتدخل اللي هو النايف وحمد بن محمد بن مسفر اليامي الذي انطلق في هذه اللحظات، اليامي قادم بقوة. يا سلام، اشتد التنافس والمعركة، الفوز والناموس والكيلو المتر الأخير والسيارة والزعفران في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع. هناك من الجانب الآخر يتدخل ذرغام محمد بالكربي بن محمد العامري، ولكن الله واصل بالرشيد ومقدم لنا برق في هذه اللحظات أحمد بن خليفة بن رشيد السويدي، ولكن لا زال نوات وتقدم كذلك تقدم من شاهين لناصر بن خويتم بن بخيت العامري يتدخل في الأمتار الأخيرة. شوف رعد وشوف مشاهدي الأعزاء النايف ورعد، وكذلك ياتي ذرغام والنايف ورعد، ولكن النايف حمد بن محمد بن مسفر اليامي مسيطر على المقدمة، رعد في المركز الثاني، حسين بن سهيل بن راضي المحرمي غير إلى مقدمة الشوط غير إلى المركز الأول. الله، رعد دن الرعد على المقدمة. يا سلام، السلالة الهملولية وهذا رعد. يا سلام، تهانينا حسين بن سهيل بن راضي المحرمي على هذا الفوز والناموس وانتزاع هذا الشوط. يا سلام، المركز الثاني النايف لحمد بن محمد بن مسفر اليامي، والمركز الثالث وصل في المركز الثالث اللي هو ذرغام لمحمد بالكربي بن محمد بن نقيط العامري، والمركز الرابع مشاهدي الاعزاء برقلة احمد بن خليفه بن رشيد السويدي، والمركز الخامس
المركز الخامس اللي وصل فيه شاهين لأحمد بن ناصر بن سعيد الخيلي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. نعود إلى التوقيت الزمني وهذا هو رعد لحسين بن سهيل بن راضي المحرمي، قدم توقيت زمني 6 دقائق بالوفاء والتمام. تهانينا وناموس في 4 كيلومترات والفوز بالزعفران والسيارة والناموس الجميل في ميدان المرموم. بينما وصل في المركز الثاني بنشوف مع مخرجنا مشاهدينا متابعينا الكرام. المركز الثاني النايف وصل في المركز الثاني لحمد بن محمد بن مسفر اليامي، قطع المسافة في توقيت زمني مقداره 6 دقائق و8:09 من الثانية. تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث من وصل فيه وتقدم على ثالث المراكز الذي انطلق اللي هو ذرغام لمحمد بالكربي بن محمد العامري، قطع المسافة في توقيت زمني مشاهدينا متابعينا الكرام توقيت زمني 6 دقائق و8:06 من الثانية. تهانينا.